ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الفيديو بتاعنا للاطفال، علشان هنعمل فيه حاجه حلوه جدا. مش بس الاطفال هي اللي بتحب المارشميلو، انا هم من الكبار وبعشق المارشميلو. تعالوا بقى اقول لكم انا استخدمت ايه، وان شاء الله الحاجات هتبقى متواجده عندكم في البيت. اول حاجه محتاجه كوبايه سكر، ومحتاجه نص كوبايه عسل جلوكوز، ده من عند العطار، البطرمان ده ب 12 جنيه. عايزه كوبايه ميه الوان طبعا طعام، عايزه 3 معالق جيلاتين، وعايزه كوبايه الا ربع سكر بودره، وكوبايه الا ربع نشا، ودي زي روايح ريحه الموز وريحه الفانيليا، وفانيليا يعني عاديه، علشان طبعا ريحة الجيلاتين شوية بتبقى قوية، فلازم نغطي عليها بريحة الفانيليا. اول حاجة هعملها هاخد نص مقدار المية اللي معايا ديت، وهحطه واحط عليه الكوباية السكر، وهحط عليه نص كوباية العسل الجلوكوز، وهرفعهم على نار هادية جدا، وافضل اقلب فيهم كده شوية لغاية ما يتجانسوا مع بعض ويبتدي ان هو يغلي. في وقت الغليان دوت هتشوفوا دلوقتي، انا هوريكم كل المراحل علشان وانتوا واقفين بتعملوه ما تتلخبطوش وتروحوا قافلين عليه وما يبقاش لسه ايه اتظبط معاكم. بصوا انا طبعا خدت نص مقدار المية اللي معايا، كوباية المية اللي معايا انا خدت نصها، هسيبه بقى كده مع نفسه شوية يغلي، واروح بقى هنا احط الجيلاتين، واحط بقية كوباية المية اللي انا حطيتها اللي هي النص اللي باقية، واقلب عليها 3 معالق جيلاتين. بصوا، والجيلاتين برضك من عند العطار، يعني انتوا مش هتجيبوا يعني من سوبر ماركت ولا اي حاجة، لا هو من عند العطار. تفضلوا تقلبوا فيه كده لغاية ما يتقل معاكوا، هتلاقوه شرب المية واتكتل كده بقى كتلة واحدة. هروح بقى هنا كده عند السكر والعسل الجلوكوز والمية، وقلبهم كده تقليبة كويسة. بصوا، اهم حاجة بقى في المارشميلو الضرب، كل ما تضربي فيه كل ما هيديكي نتيجة كويسة جدا، وهو سخن ما بتشتغليش وهو بارد. عايزة نتيجة للمارشميلو كويسة جدا وهو سخن. بصوا انا بقلب فيه تقليبه اهو كويسه قوي، اول ما هبتدي يغلي معايا كده ويفور هروح طافي عليه على طول. بصوا هو كده وصل لمرحله الغليان، خلاص انا كده هطفي عليه. اهم حاجه ما خليش السكر ياخد لون، علشان لو اخد لون مش هيبقى حلو خالص، انا عايزاه يبقى شفاف بالشكل دوت. هبتدي بقى اضيفه واحده واحده كده على الجيلاتين وانا شغاله بالمضرب. بصوا لو عندك عجان ممكن تضربي فيه، هيسهل عليك الدنيا، مضرب الكهرباء برضك هيسهل عليك الدنيا. ما فيش الحاجتين دول، لو عندك المضرب السلكي بس هتاخدي طبعا وقت طويل، يعني في الضرب هتاخدي حوالي ربع ساعه ضرب عشان توصلي للقوام التقيل والابيض دوت بتاع المارشميلو. بصوا اسفه على ايدي اللي جت في الكاميرا، معلش ما اخدتش بالي، فيعني سامحوني في الحته دي. كمان كل ما بيتقل معايا كل ما بيحتاج المضرب ان انت تمسكي بايديك الاتنين علشان تحركي وتبقي مملوكه منه كويس قوي. بصوا بصوا انا ضفت عليه كيس الفانيليا وحطيت عليه فانيليا سايله، وجيت لي ولادي بقى الالوان الصناعيه انا عامله اخضر واصفر واحمر، جيت اقول لهم راحوا قالوا لي لا بلاش اصفر، قال لي ابيض وبينك واخضر، يعني فعملت الثلاث الوان بقى دول، مرضتش اعمل لهم الاصفر اللي هو بريحه الموز. بصوا هياخد بقى كل حبه كده في كيس لوحدهم، وخليهم على جنب اكياس عاديه، اكياس التلاجة اللي احنا بنستخدمها عادي، وهاخد حبه تانيين علشان اضيف عليهم اللون الاخضر واقلبه. بصوا موضوع سهل خالص، ما فيهوش اي دبكه ولا اي حاجه صعبه خالص. بصوا وهنا حطيت اللون الاحمر، حطيت سنه علشان يديني اللون البينك، وهصبه بردك في الكيس، وهبتدي بقى ان انا اعمله معاكم، هوريكم انا بعمله ازاي. انا عملتهم وعبيتهم في الثلاث اكياس، فضيت السكر وفضيت النشا، وهقلبهم على بعض، افردهم في صينيه
وبتاخدوا جزء من الخليط ده يعني ما بتحطوش كله، تخلوه في صينية تانية علشان تحطه على وش المارشميلو، لان هو لو اتحط على حاجة من غير الحاجات دي هيلزق. فاللي بيعمل ما بينه وما بين اي حاجة محطوط عليها عازل هو السكر البودرة والنشا. بصوا، وحتى المقص او السكينة اللي هتشتغلوا بيها تملوها نشا بسكر علشان تعرفوا تقطعوا. بصوا انا ايديا بقى اتدهولت ومش قادرة اقولكوا، كان مولد يوم المارشميلو ده بيبقى مولد فعلا بجد، وبيبقى فرح والولاد واقفين تحت رجلك بقى وانتي عمالة تشتغلي وتعملي. لا لا، بيبقى فرح، بس بتبقى فرحة حلوة، الولاد بيبقوا مبسوطين بيه. جربوه، هتدعولي جربوه بالطريقة ديت واعملوه لولادكوا، هتفرحوهم جدا. بصوا ده اللون الاخضر. انا خلصت اهو المارشميلو كله وعملته وخلصته وحطيت عليه نشا من فوق ومن تحت، دي اهم حاجه. هبتدي ان انا اقطعه بقى قطع صغيره. عايزين تعملوه في صينيه واحده وتحطوا من تحت طبقه نشا جامده وسكر، ومن فوق برضو طبقه نشا وسكر، وتقطعوه كده مربعات او مكعبات، دي براحتكم. بس يعني افضل حاجه الاطفال بتحبها هو ان هو يبقى قطع صغيره كده، بيبقى شكله حلو جدا. طول ما انتوا واقفين عمالين بصوا، انا بعمل بالمقص احط عليه نشا وسكر علشان يقطع معايا على طول بسهولة، ما يلزقش فيه. بصوا سهل وبسيط ازاي، وهيعمل معاكوا كمية كويسة قوي، وهتقعد معاكوا مثلا يومين ثلاثة، ده لو الولاد بقى ما خلصوهش في نفس اليوم. بصوا بصوا جماله وحلاوته، وحاجة نظيفة انتي ضمناها، انتي ضامنة شغلك بايدك، انتي ضامنة انتي عملتي ايه، وبتأكلي ولادك ايه. وادي المارشميلو اهو كله خلص. بصوا شكله حلو ازاي وجميل. بصوا مطته، المطه بتاعته تحفه وطعمه روعه وطعمه جميل جدا. انا بقيت طول ما انا واقفه عماله اكل منه. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناه، والاشتراك من الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، وتعليق حلو علشان الفيديو يترفع. ويا رب ان شاء الله يعجبكم. جربوه للولاد، الولاد هيحبوه قوي، وان شاء الله اقدم لكم حاجات جديده حلوه وتعجبكم باذن الله. واكون عند حسن ظنكم. بحبكم، باي باي.